والله هو بص زي ما قلت لك كده في المقدمه، ان ست البيت بتخش على حلقه السمك يعجبها الجمبري والصبيط ويعجبها الفيليه طب ويعجبها ممكن تعرف الناس بس اسماء الحاجة اللي عندك؟ دي، ده طبعا جمبري كل الناس عارفاه، دي تمام، كابوريا مش فاهم كده بطرخها جميل فعشان تمام. بس تجيلهاش اهو. ده الصبيط بقى والصبيط طبعا الكلام ده كله انا مقطعه عشان خاطر وقت البرنامج ونجهزه، تمام، لان ما كانش ينفع الوقت البرنامج ما يسمحش لكل تمام. الكلام ده. هو وعندنا برضو الجمبري اللي الناس بتخش بتاكل الجمبري بتر لمون صوص او بتر فلاي تمام، طبعا عشان خاطر بتنفسه في البيت بيبقى صعب عليه، تمام. لان الفكره في ازاي تسويه وازاي انت تعمله ايه الصوص بتاعه تمام. هنبدأ بيه بقى، احنا نبدا طبعا بسيد السفره بتاع السيفود، الشوربه، الله، شوربه الجمبري او الله. شوربه السيفود، عاملين شوربه سيفود طيب طبعا ده اللي عايزين نشتغل، تمام. عايزين نشتغل، الناس جعت والله. اكيد اكيد اكيد. احنا طبعا استاذ عبد النبي طبعا انت انت بس انا مستني الحاجه ان شاء الله كده اللي هيطيب ده بتاعي يكون على جنب، يعني انت مستني تطيب وتاكل. الماده الدهنيه بتاعتنا الزبده، دي الزبده اللي حضرتك هتحطها صح كده؟ تمام تمام تمام. دي اللي هي شوربه السفود الاول، دي شوربه السفود ده بيسوي طعم شوربه السفود. اول طبعا حاجه انا بحب زيت زيتون، بودي لها كده سن زيت زيتون تمام طبعا مع ايه؟ مع الزبده. مع الزبده، هو زيت الزيتون بيحافظ، هو هما الاتنين بيحافظوا على بعض في النار، مش بتتحرق الحاجه بتطلع حاجه جميله. تمام ماشي اتفضل. تمام، نحط كعب الكابوريا، هنعمل اتنين شوربه، عايزك وانت بس نعمل اتنين شوربه يبقى ايه؟ انا هو اللي هتعمله. البرود دي او خلي بالك الاستاذ ناصر الشاهد معانا، بيبقى ثلاثه شوربه بره الاستوديو يضربنا. طيب هو في معلومه عند الناس، التوقيت. تمام، يعني ايه التوقيت؟ التوقيت امتى احط التوابل بتاعتي؟ تمام، لان التوابل مش بيبان مفعولها الا ان كان ايه؟ الا ان كانت اتدعكت مع 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 سنه، يعني ما ينفعش احطها في الشوربه في الاخر. عايزك بس وانت بتحط الحاجه عشان ايه يعني تمام عرفهم ده. طبعا معروفه السي فود او شوربه الجمبري او السمك عموما بيحب التوابل الشديده، وليه توابل مخصوص على جنب. تمام، اللي طبعا زي الحبهان، جوز الطيب، طبعا المستكة، طبعا كل تمام. الكلام ده، الفلفل الابيض، كل الكلام ده كله ايه؟ تمام، يعني ناخد سنه فلفل ابيض، تمام، سنه جنزبيل، وانا جايب جنزبيل فريش على فكره برضه لانه بيحب الجنزبيل. تمام، جوز الطيب تمام. هناخد معلقه دي صغيره عشان خاطر تعمل ربط للشوربه. تمام، ودي ما ينفعش تحط الا اذا ايه؟ تحط مع الزبده عشان خاطر يطلع التيست بتاعه. على فكره نجحت والله. ايه ده؟ ده جوز الهند؟ ده جنزبيل. جنزبيل؟ ده جنزبيل، الجنزبيل لازم يتبشر ويدعك. طبعا بنقشره. تمام. الريحه دي، الريحه دي يا جيت كده يا جماعه ولا بالظبط؟ طبعا انت مبسوط من الحلقه يا عبد الله؟ اكيد احمد، طبعا أكيد. عالم من اعلام السمك وعالم من اعلام اكتوبر في السمك. طبعا اسماك الحلقه دي حاجه جميله جدا حضرتك في الفردوس يا شيف احمد. فندم انا في الفردوس، بنت الفردوس. هو الراعي معانا استاذ هشام على طول، الاستاذ احمد راعي معانا في البرنامج، واكيد انت جربت الطعم. مش عايز عشان الناس كده لما نحط دين جمبري قش ده جمبري يعملوا برضو جمبري حاجه كده برضو يتفخم على الكلام. ده اللي هي شوربه سفول، ده شوربه سفول طبعا لسه فاهمني. زي ما قلت حضرتك يا السر كلها ازاي امتى احط التوابل بتاعتها بالظبط، وبتحتار طبعا معينه، هي بتحب الجوز الطيب، جوز الطيب، الحبهان، الجنزبيل الفريش، دي البهارات اللي ده يعني هو توابل السمك كلها متشابهه. انا دلوقتي البهارات اللي قدامك دي عرفها للساده المشاهدين. تمام، يعني دايما دايما عايزين المشاهد يعيش معانا، هو قاعد دلوقتي يعني يقوم يعملها وهو بيعمل. انا طبعا هقول لحضرتك الشوربه السفود بالذات مختصه حوالي اربع توابل. تمام تمام، جوز الطيب، حبهان، فهمني ازاي؟ جوز الطيب، حبهان، فلفل ابيض، الجنزبيل. تمام، دول بتاع الشوربه، هم دول مشتركين في حاجه ثانيه بس دول اساسا في الشوربه. طب انا دلوقتي اشرب شوربه ولا؟ اكيد اشرب شوربه. تمام، طبعا زي ما قلت لك هي سنه التشويحه دي اللي بتفرق مع ايه؟ مع الشوربه. لا خلاص انا حطيت التوابل، حطيت التوابل كده دوت مع الجنزبيل الفريش مع جوز الطيب مع الحبهان تمام، مع الفلفل الابيض، الفلفل الابيض تمام. ونبدا بقى نحط لها ايه؟ الميه ونسيبها تعيش مع نفسها. دي اللي هي شوربه السفود، ده شوربه كده السفود. احنا خلاص شوربه السفود طبعا ليها اكمله، بس ايه؟ بتاخد الكريمه بس يا مستر هشام، الكريمه دي في الاخر عشان ما ينفعش ان هي ايه؟ تغلي معانا. دي شوربه السفود بس لسه يعني دي بقى هتاخد وقتها لحد ما ايه؟ طيب ايه هتقدموا لنا تاني يا شيف حسني؟ هقدم لك بقى ايه؟ حاجه تانيه نفس المكونات هنطلع منها ايه؟ المكرون السيفود. يعني انت عايز تقول لنا يا شيف حسني ان هي المكونات تقدر تعمل لنا كذا حاجه؟ هي المكونات هتطلع منها كذا طبق. تمام، وحاجات مختلفه وحاجات جميله. يعني انت عايز تقنعنا ان الطبق ده يطلع اربع خمس اكلات؟ اكيد طبعا. طب اكيد طبعا. نشوف كده احنا خدنا بره.
لا ده في كمان عايزين نخلي الناس تغير الفكره عنا في الصعيد. طبعا انت الاكلات البحريه مش شفت حضرتك ان كده الموضوع سهل؟ صعب عليك انت تعمل الخطوه دي؟ مع ان اسوان تتميز بالجمبري، بحيره ناصر طبعا نقفل الجمبري عن اي حد لو اسوان بلدنا. طيب مستر هشام احنا كده عملنا شوربه السي فود تمام تمام، وهنبدا نجهز مع حضرتك المكرونه السي فود. مكرونه السي فود تمام. والمكرونه مشهوره ان هي ايطالي. انا اسمع ان في مثلا رز بالجمبري. سوري احنا نسينا نحط سنه الكرفس المعروف عن الله. سنه الكرفس المعروفه تمام. عن الشوربه تمام، لازم سنه الكرفس. ازاي انا نسيت سنه الكرفس؟ والله انت بقى لا انت يمكن مش عايز تدي الناس. لا ازاي على الاخر اهو ده كده ممكن نخش انت كده مش عايز تدي الناس سر المنى بقى ولا لا حاجة. يا مستر عبد النبي ازاي سنه الكرفس هي اساس الشوربه، وطبعا ليه الاساتذه محترمين هيشوفوا الحلقه يقولوا ازاي، وبعد كده بعد الحلقه هي هيحكموني هيعلقوا عليك ازاي نسيت الكرفس. تمام كده احنا خلصنا شوربه السي فود تمام. لو الاستاذ المخرج يجي لي الشوربه اهي قدامك، هي تمام؟ موجوده قدامه مع الشاشه تمام تمام تمام. حضرتك نبدا بقى نشوف ايه المكرونه السي فود. نبدا برضو نجيب المده الدهنيه، وانا مصمم المده الدهنيه ما ينفعش لوحديها، لازم معاها سنه زيت. دي ايه بقى؟ دي زبده حضرتك؟ ده زيت؟ زبده؟ زبده زبده وسنه زيت زيتون. انا بعشق زيت الزيتون طبعا، ليه فوائد كتيره تمام، فانا دايما ايه متواظ معاها في المطبخ بزيت الزيتون تمام. طبعا بطعمه الجميل بريحته الجميله. طبعا في الكاميرات دلوقتي شغالين فاهمني ازاي؟ اه الريحه والبخار محمد الشاهد طبعا. المكرونات بقى بتحب بقى ايه الشياكه تمام، فلفل الوان، فلفل الفلفل الالوان بتاخد طب ما قلتلناش دي يا شيف حسني ده اسمه كاليماري. كاليماري هيجي دوره دلوقتي تمام ماشي. هيجي دوره دلوقتي انا قاعد جنبيه مستني اهو. بناخد سنه فلفل بصل جوليان تمام تمام تمام. يا سلام طبعا البصل. وناخد سنة ده فلفل فلفل الوان ده، وانا اللي اجعلها سلطة. تمام طبعا انا بحاول بحضر بقدر امكاني كل حاجة قبل الحلقة عشان خاطر الوقت البرنامج. بناخد كعب كابوريا، كعب واحد تمام اه، وسنة صبيت تمام، وجمبري سنة جمبري تمام تمام. ناخد كعب كابوريا عشان خاطرك ماشي. شغالين على المكرونه السي فود تمام. بص حضرتك مستر هشام اتفضل، احنا قلنا الـ كل طبخه في السمك ليها نوع خضار بيتعامل معاه تمام. يعني لو قلت هتعمل ملوخيه بالجمبري يبقى كزبره خضراء، لو قلنا هنعمل مكرونه سي فود يبقى ناخد شبت وناخد حاجه جديده اسمها ايه النعناع. ده من لوك شاي بالنعناع؟ لا ده النعناع بيخش في المكرونات حاجه بتعليها جدا، بتوديها في قصه ثانيه. معلومه جديده خالص. طبعا طبعا احنا كده هنحط بقى التوابل اللي احنا قلنا عليها. بس عرف الناس انواع التوابل. تاكيد المكرونه السي فود مرتبطه بالزعتر مرتبطه بالنعناع، مرتبطه بالشبت، كلها توابل شديده. دي بالنسبه ايه للتوابل والخضر ديت للمكرونه السي فود. يعني سن الزعتر عليها تمام، سن الجوز الطيب تمام تمام، سن الفلفل الابيض، سن الجنزبيل بس بودره، وفينا برضو نحط الجنزبيل عادي اخضر تمام. هناخد سن الشبت، وهناخد النعناع. بس يا مستر عبد النبي الورق النعناع، ورق مش النعناع مش عود النعناع. لا 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 تمام، ورق النعناع. دي معلومه مفيده قوي. استاذنا ومعلمنا الاستاذ عمرو اديب بيجيب المطابخ بيقعد ياكل ثلاث ساعات. انا ليه ساعه الهوا ما خدتش حاجه. ادينا بس الله يديله الصحه طبعا. بس وقت يعني البرنامج دلوقتي ولا حاجه. بس انا دلوقتي قاعد ما اكلتش حاجه، عاوز اكل. احنا بقى نهرب كله مره واحده. الو معانا اتصال. ده ورق النعناع، ده ورق النعناع. هاخده هنصفي ورق النعناع ونجيبه. بترك نعود النعناع خالص لا هو ورق النعناع. على فكره مكرونه السي فود قبلها حاجات كتيره جدا ممكن نفخم عليها. ممكن عود بطارخ معاها، بس طبعا انت عارف مفيش بطارخ. موسم بطارخ خالص. طبعا موسم البطارخ ممكن تاخد عودين بطارخ كده معاها طبعا. الله اكبر، تعليها جدا. تسلم ايدك يا شيف حسني. طبعا انت ماهر في صناعتك وفي شغلتك ديت بصراحه. بناخد طعم حاجه خياليه حبيبي يا مستر عبد. طبعا استاذ هشام جرب حبيبي يا مستر عبد.
جربت يا استاذ هشام طبعا انت الطعم عند الشيف حسني؟ انا والله جربت بس انا مش عاوز. بس انت مش دلوقتي الحاجه اللي طازه قدام منك بقى دلوقتي. انا اللي كلته مستني اكله دلوقتي. انا باكل افخم منه كمان. انا جوعت والله. طيب هنعمل حاجه ثانيه برضو هنا في نفس ال تمام حاجه برضو بره الصندوق. تمام. ممكن شيف يبص عليا يقول لي انت بتعمل ايه يا شيف؟ اقول له اعمل وجرب وانت طالع في الفرن. هناخد برضو معلقه دقيق مع المكرونه وهي بتتشوح. تمام. ملات دي انت عارف طبعا ان هي لما تتحمص كله ده عنده. لا انا جربت بس ملات دي لما تتحمص مع المكرونه تمام بتديها سن الدسامه. تمام. وما ينفعش تحط الدقيق بعد ما احط ميه، لازم الدقيق يتحمر قبل الميه. انت لو سيادتك حبيت تعمل بشاميل لازم ان انت تحمر الدقيق عشان تغيره في حته ثانيه بتعمل منتج ثاني. تمام. شوف احمد اتفضل. طب والجمبري ده هتسيبه وتشوف حسنه ليه؟ الجمبري ده ازاي؟ ده العمده بتاع الاكله. ما انا اهم حاجه الجمبري ده العمده بتاع الاكله. في واحده طشت وقع حاسس انها جت في حنك. اه والله. هناخد سنه ميه نسوي المكونات. سنه الميه على المكرونه. على المكرونه. تمام. ونبدا برضو نحط لها المكرونه بتاعتها بس ايه؟ طبعا زباينك قد ايه في مدينه الفردوس؟ لا الله اكبر جزاك الله حبايبي وناس زبايني وناس زباينك يعني لو جانا اتصال دلوقتي من الفردوس وقال والله الشيف اللي قدامكم ده يا نهار ابيض ده ليا الشرف. طيب ليا الشرف ماشي. كنت لسه ما حطيتش المكرونه. لا المكرونه هسيبها بس المكونات لازم تستوي عشان نبدا نحط المكرونه.